برحب بيك يا استاذ هاني. مرحب بيك يا استاذي، مرحب بيك، الله يخليك. منورنا ومنور قناه الشرق، وتحياتي لكل اهلنا دايماً. الطيبه والجمال، اهل النوبه العظام. دايما قناه الشرق دايما هي المكان اللي بنلقى فيه نفسنا وبنلقى فيه صوت الشارع المصري حقيقي. ده شرف لينا، صوت الشارع المصنوع. ربنا يكرمك يا استاذ هاني. احكي لي بقى اللي حصل يا استاذ هاني النهارده، احكي لنا الموضوع كده والمشاهدين بيسمعوا. والله احنا من اسبوع كده و10 ايام نزل ان الاستاذ فريد جاي اسوان، مع اني انا يعني وصلت لحاله القناعه للمقاطعه بعد المهزله اللي حصلت في، يعني كان المفروض يكملوا المنظر بينزلوا المجموعه اللي تنزل، وفي النهايه الورق ورقهم يعني كان هيبقى شكلها اجمل، لكن ما عرفوش يعملوا ده، فاصابني الاحباط. لكن لما لقيت مؤتمر الاستاذ فريد زهران جاي، فقلت خلاص ماشي، انا اروح اقعد مع المعارضه دي واكلمها على ملف النوبه. فللاسف كنت كلمت الحمله قبلها باسبوع في اسوان ان انا عاوز اقول كلمه يعني مش خمس دقائق، وبعد كده طبعا ايه رحت هناك دخلت القاعه، حسيت كده الدنيا متلبشه، فكلمت الاستاذ باسم كامل، انا اعرفه من ايام الجمعيه الوطنيه للتغيير ويعرفني كويس انا مين، ها اللي هو رئيس الحمله بتاعت نائب رئيس الحزب ورئيس نائب ورئيس الحمله بتاعت فريد زهران، وفريد زهران نفسه يعرفني ان قعدت معاه ثلاث مرات قبل كده. قلت له انا عاوز اتكلم كلمه وبتاع، لقيته اتلبش وبتاع وسابني ومشي. وبعد كده كلمت واحده من الحمله بعديها شويه، لقيت الدنيا ما فيش، كلمت واحده من الحمله قلت لها يا اخوانا يا جماعه انتوا ناس معارضين وانتوا جايين يعني المفروض النهارده صوت المعارضه يكون موجود. صحيح. يعني الميزه الوحيده اللي عندكم مؤتمر اللي فقالت لي طب ماشي هكلمهم، وراحت راحت الحمله بعتوا لي واحد تاني جاني قال لي معلش اصبر شويه لغايه ما ايه هنخلص المؤتمر، وبعد المؤتمر هنقفل السماعات والكاميرات. طب وده اسمه كلام وده اسمه كلام يا حاج هاني؟ يعني هنستنى لحد ما نشطب الليله والمعازيم يمشوا وما يبقاش في حد فانت تتكلم؟ حصل، يا ريت حصل. حتى ده ما حصلش. حصل. قلت له خلاص ماشي يا سيدي خلص وقول لي. ايوه. المهم لقيت راح مخلصين المؤتمر وراح ماخد بعده فريد زهران وطالع ماشي. واضح ان طلب اترفض. رحت رايح له، المفروض كنا هنكمل جوا القاعه يعني. رحت رايح له هو ماشي كده، سلمت عليه وقلت له يا استاذ فريد يعني انا ازاي اكون جاي مؤتمر معارضه والميزه الوحيده لترشحك يا استاذ فريد ان المعارضه تلاقي منفذ تتكلم منه من خلال حملتك، يعني مفيش اي ميزه تاني. كويس. حلو الكلام؟ فازاي تمنعوني ان انا اتكلم؟ ها معلش انت عارف الظروف يا هاني وبتاع لا استنى 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 يا حاج هاني، يعني هو عارفك؟ ها عرفني انا حلو جدا، يعني عارفك وعارف ان انت جاي عشان تتكلم عن النوبه كويس. ومشاكل النوبه و... تمام كويس. وقعدت معاه قعدت معاه ثلاث مرات، مرتين انا وهو لوحدينا، والمره الثالثه انا وهو والاستاذ محمد انور السادات. حلو جدا. عارفيني كويس لان انا قبل كده طلبت منهم ان يعملوا لي لقاء مندوبين مع الحركه المدنيه، الحركه المدنيه خافت لانهم كلهم كدابين يا استاذ، ده 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 تهريج اللي بيحصل عندنا. طب بص يا حاج هاني، انا بس مش عايز التعميم ان هم كلهم كدابين دي، لا خلينا نقول على الكدابين اللي احنا اتعاملنا معاهم، بعضهم كدابين ماشي لكن كلهم لا. بعضهم كدابين. ايوه ربنا يكرمك يا استاذ هاني. اتفضل. خد بالك هنا العمليه ما تمتش، لكن النقطة يعني انا كنت طرحت طرح انا عارف يعني. طب هو ما قالكش سبب مقنع؟ ما قالكش سبب مقنع مثلا ان انت ليه ما اتكلمتش بعد ما حكيت له الحكايه الطويله دي؟ لا 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 تعالى لي هناك في الحزب كده ونقعد نتكلم ونشرب شاي لوحدنا كده مع بعض. على فكره هو قال لي، هو كان قال لي في اللقاءين كان قال لي حاجتين قبل كده، قال لي حتى انا بقول له يا استاذ فريد انت نسيت اخر لقاء ليا، انت قلت لي انت عامل زي سلك الكهرباء العريان وسبتني ومشي وبعد كده ما قابلتنيش تاني، فانا عارف القصه فيعني مش يعني لمحت له انا مش هضحك على بعض. ما انت بتاع مشاكل برضه يا حاج هاني، انت بتاع مشاكل برضه، انت مقلق برضه. واخد بال حضرتك؟ فقلت له خلاص انا طب ايه رايك الطرح؟ طب هقول لك الراجل، اصل هو الراجل دلوقتي لو سابك تتكلم يا حاج هاني
وبدات تتكلم عن النوبه ومشاكل النوبه واوجاع النوبه، هتضرب له كرسي في الكلوب كده، وهو مش عايز يسمع الحاجات دي، هو مش عايز يعني يبان ان هو معارضه بجد. هي القصه كلها زي ما انت قلت حركه ولقطه يعني، فانت هتيجي تبوظ لنا اللقطه. انا بصراحه كنت عارف ان انا هتمنع وعارف ان هترفض، بس انا كنت رايح ازمه حاله عليهم بجد يعني، هأكد عليهم ان انتوا اضعف من ان انت تقول احنا معارضه. صحيح. طب انا هقول لك على حاجه انا طرحتها وكان نفسي اقولها في اللقاء بتاعه، ان انا طرحت وقلت يا اخوانا الماده 236 بتاعت الدستور بتاعت العوده دي، انا شايف رؤيتي الشخصيه كهاني ان خلاص احنا لا يمكن الماده دي هتطبق، لان المؤسسه العسكريه اللي رفضها طول ما في حكم عسكري في مصر. ايوه. يوم ما مصر تاخد حريتها وتاخد مدنيتها انا متاكد ان احنا شعب بنحب بعض، ومتاكد ان الماده دي هتتنفذ. أيوة. ان الماده دي احنا ما خدناهاش غير لما القوه المدنيه كانت بتمتلك قوه ضعف بعد 30/6. ايوه. واخد بال حضرتك؟ انا 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 والله يا استاذ هاني بشكرك شكرا جزيلا، ونفسي انك تكون معايا وقت اكتر من كده. بس كنت طب لو عايز تقول رسالة سريعة، لأن أنا معايا حاجة مهمة جدا دلوقتي أكيد أنت مهتم بيها، وهي دلوقتي خروج الأسيرات الفلسطينيات وعايزين نطلعها على الهواء، فتفضل قول سريعا اللي أنت عايز تقوله، تفضل. معايا يا أستاذ هاني؟ اتفضل يا فندم. انا كنت طارح خمس بنود هقول حتى بند واحد منهم. اتفضل. كنت طالب ان يغيروا لنا اسم البحيره، بدل ما اسمها بحيره السد العالي يسموها بحيره النوبه، لان احنا كنوبيين نتمنى يكون اسم النوبه موجود في الخريطه المصريه. حقكم. عشان اطفالنا في المدارس ينتموا طبعا للبلد، يحسوا بالانتماء. فده بند واحد، مش هكمل معاك. انا والله بشكرك. لا هنستضيفك كتير، ده دي قناتك وشاشتك وشاشه الشرق مفتوحه لكل اهلنا في النوبه ولكل اهلنا في مصر، يعني احنا صوت من لا صوت له. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ هاني يوسف رئيس الاتحاد النوبي السابق، كان معانا على الهاتف.